السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديغو. يومكم مبارك سعيد، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. شكرا جزيلا للمتتبعات اللي دائما كيخليوا لي تعليقات، شكرا جزيلا لكم. اليوم غادي نحضروا حرشة في الفرن اللي كتجي أكثر من رائعة، كتجي لذيذة وخفيفة وسهلة جدا في التحضير وبمكونات اقتصادية، فعجبات كل من ذاقها. ونمشي وعلى بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وإلى عجباتكم الوصفة ما تنسوش ديروا لايك. لهذه الوصفة غادي نحتاجو 500 غرام ديال السميدة رقيقة، السميدة اللي كنحضروا بها الحرشة. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزيت، ما يعادل كأس إلى ربع كأس ديال الشاي عادي، 100 غرام ديال السكر سنيدة كذلك كأس إلى ربع، 2 معالق كبار ديال الدقيق الأبيض، 300 مليلتر ديال الحليب أو ما يعادل 2 كيسان حبات ديال البيض، 2 معالق كبار ديال الزبدة، و 8 غرام من خميرة الحلويات وقبيصة ديال الملح. هادو هما المكونات. كناخدو سميدة نضيفو لها السكر الدقيق، خميرة الحلويات بعد ما نغربلوها لأن تيكون فيها كويرات، وشوية ديال الملح. ونخلطوا هاد النواشف مزيان حتى كيندمجوا. من بعد نضيفوا الزيت والزبدة وغادي نرملو هاد السميدة غير بالأصابع حتى كتشرب لينا السميدة كلها، الزبدة والزيت، يعني ما كتبقاش ناشفة. من بعد غادي ناخدو الحبات ديال البيض نضيفوها على الحليب ونخلطو مزيان بطراب يدوي. وغادي نفرغوا هاد الخليط على الخليط الاول، ونخلطوا بالطراب، ما نخلطوش بزاف، فقط ان المكونات تندمج صافي باش كتجينا الحرشه مرمله، يعني ما كتجيش معجنه. هادشي علاش خلطنا النواشف مزيان في الاول، فهنا ما غنحتاجوش اننا نبقاو نخلطو بزاف. من بعد انا درت ورق الطبخ في القالب في الاسفل ودهنت جناب بالزبده ورشيتهم بالكوك، ممكن ترشوا بدقيق او بسميده رقيقه، وممكن تدهنوا القالب كله يعني بلا ما تستعملوا ورق الزبده الا ما كانش موجود عندكم. وكنفرغوا الخليط كما كتشوفوا، كنقادو الوجه ديال الحرشة وغادي نحركو القالب بهاد الطريقة صافي، وندخلوه للفران اللي ضروري يكون سخون مزيان على نار ما تكونش عالية، كنخليوها حتى كطيب وتحمر من جهتين بجوج ونخرجوها. هذا هو شكلها بعد ما خرجت من الفران. كندهنوها مباشرة وهي مازال سخونة بالعسل او بالناباج او بالكونفيتور اللي بغيتو. انا غندير العسل، هي راه ما كتجيش حلوه بزاف، كتجي شويه ناقصه في الحلاوه. وكنزينو بمكسرات او بجوز الهند على حساب اللي بغيتو.
انا درت لوز افيلي وغندير شويه ديال الكوك كذلك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها لانها كتجي لذيذه بزاف. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.